صباح الخير، صباح صباح النور. النور. ازيكم يا سنه ستة؟ عاملين ايه؟ الحمد الحمد لله. لله. ايه الحمد حضرتك لله انس؟ الحمد لله يا حبيبتي، صباح الخير. يلا كده نجهز عشان هنشتغل على تدريبات على حساب المئة وعلى يلا الاحصاء. بينا. زي ما احنا متفقين، اللي عنده حد صغير او جنبه اي حد هيعمل صوت يقفل بقى المايك من عنده. اتفقنا؟ اوكي. الصورة كده اللي ظاهرة قدامكم واضحة ولا لا؟ ها؟ شوية. يعني الأرقام كده واضحة؟ ينفع بس تقربيها شوية يا ميس؟ كده؟ هيك تقربك الورقة من الكاميرا، أو يعني تدخليها شوية. أهي، تمام كده؟ تمام يا ميس، إحنا خدنا تمام. الأسئلة دي إمبارح، كتبتوها إمبارح؟ يا ميس، تمام، عشان نبقى جاهزين بس مع بعض كده. وحلناها كمان. تمام، نشتغل مع بعض كده. أول سؤال بيقول لي 40. كتبناها فين؟ أنا ممكن بعتها نشتغل. على الواتس على الجروبات امبارح، تمام، عشان نشتغل على طول. ماشي خالص. طيب يلا بينا نبتدي، حتى اللي مش اللي ما نقلهاش يشتغل معايا دلوقتي كده، وبعد الحصة هبعتها لكم تاني على الجروبات بالإجابات بتاعتها. السؤال الأول، كله جاهز معايا يا بنات ولا لسه؟ ايوه ميس، يا ميس، خلاص. تمام. السؤال الأول بيقول لي 40 في المية. طيب دلوقتي عندي ال 40 لازقة جنبها علامة في المية. طب احنا قلنا النسبة المئوية هي نسبة حدها التاني ايه؟ 100. 100. يبقى علامة اللي في المية دي بتنزل فين؟ بتنزل تحت. طيب احنا بنقول هي نسبة، يبقى في علامة كسر عشان النسبة ممكن يوضع في نسبة في صورة كسر. ماشي، احنا قلنا المية بتتحط فين؟ تحت. تحت. يبقى ايه اللي فاضل؟ ان انا احط ايه فوق؟ ال 40 40. فوق. تمام كده، انا جبت ده نسبة. طب مش احنا عارفين ان النسبة او الكسر بتتحط في ابسط صورة. صورة. ثواني عشان الشاشة بس عملت. بتتحط في ابسط ايه؟ صوره. يبقى انا صورة. هحط 40 على 100 دي على الاله الحاسبه وادوس يساوي، هلاقيها طلعت بتساوي كام بقى؟ بتساوي 2 على 5. ده كده كسر اعتيادي او كسر عادي في ابسط صوره. طب لو انا عايزاه يبقى كسر عشري، برضو على الاله وبدوس على علامه اس دي، هلاقيها طلعت 4 من 10. يبقى 40% انا كده حولت، كده حولت العلامة في المية لكسر اعتيادي في أبسط صورة وكسر عشري. ثواني يا بنات بس أعدل الصورة عشان الأرقام مش واضحة. ثانية واحدة. تمام. ميس، ممكن تشرحي المدى؟ تمام كده يا بنات؟ ايوه شايفين يا بنات اول صورة. الكتابة؟ شايفين الكتابة؟ ايوه مس، ايوه تمام. شرحي المدى. المسألة دلوقتي انها تشرح عندنا الإحصاء، يعني المدى في الإحصاء. دلوقتي عندنا 4 على 5. السؤال الثاني بيقول لي 4 على 5 علامة في المية واقفة جنب العدد؟ لا. فاكرين كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول انها واقفة بعيد، فانا ايه؟ هروح، فبجيب اختها. برافو بجيب عليك، اختها. هروح انده لها، فمش هتيجي لوحدها، هتيجي هي واختها. هتيجي معاها اختها. يبقى 4 على 5 هتنده لها، تقول لها الحقي في ايه؟ الحقي في خناقة، في يبقى خناقة. عملية ضرب. هتيجي معاها اختها، اختها. يبقى 100 على 100. المية اللي تحت دي بتاعت ايه؟ بتاعت العلامة، بتاعت الآلة. ما اوكي بتتكتبش على الآلة. ايه اللي خلاص. فاضل عندي؟ فاضل عندي المية 4 على 5 في 100. 4 على 5 في 100، لما احطها على الآلة هلاقيها طلعت 80. يبقى 4 على 5 كسر بيساوي 80%. يبقى السؤال رقم واحد ده، ازاي احول نسبة مئوية لكسر عادي؟
أو كسر 10. سؤال رقم 2، إزاي أحول كسر عادي أو كسر 10 لنسبة مئوية؟ لازم أخد بالي في الفرق بين السؤالين دول كويس أوي. عندي بعد كده، عندي بعد كده السؤال رقم 3، بيقول لي إيه بقى؟ 50% من 48، والسؤال ده بنقابله كتير قوي في الامتحانات، اللي هي كلمة من، 50% من 48. لما تجيلي نسبة مئوية قبل ما ابتدي حل أصلا، يعني إيه 50%؟ دي لسه واخدينها في السؤال رقم 1، لما بيجيلي عدد في المية بحله إزاي؟ بعمل شرط يعني 50 على المية، 50 على مية. يبقى أنا كده فكيت أول حتة، فكيت أول حتة اللي هي 50%، يعني إيه؟ يعني 50 على 100. من 48 يعني لزقة في 48، يعني هتضرب في 48، لازقين في بعض. يبقى 50% من 48، يعني عايزة 50% بتاعت 48، يعني 50% لزقة في 48. يعني إيه لازقين في بعض؟ يعني مضروبين في بعض. نعمل دي على طول على الآلة، هلاقي إنها تطلع 24. نركز في السؤال رقم 3 ده عشان ده مهم. نشوف السؤال رقم 4. مدرسة ابتدائية بها 600 تلميذ، يعني ايه فيها 600 تلميذ؟ يعني كلهم، يعني كل. برافو، كلهم 600 تلميذ بالصف الثالث. اذا رسب 60 تلميذ، بعد الشر عننا، 60 تلميذ دول رسبوا، اوجد النسبة المئوية للناجحين. اولا أنا عندي مسائل النسبة المئوية، الحاجة الكلية أو الحاجة الأصلية بتكتب في الأول. يبقى أول خط عندي النسبة في ثلاث سطور، فاكرين المسائل بتاعت الثلاث سطور؟ نسبة أسماء ونسبة وحقيقي، أسماء ونسبة وحقيقي، نفس الحاجة هعملها في كل مسائل النسبة المئوية. أول حاجة عندي بكتب الحاجة الكلية، يعني الفصل كله في الأول، وبعدين اكتب كلمتين عكس بعض. يا اما بقى المساله بتتكلم على رسوب ونجاح، حضور وغياب، بنات وبنين، اي حاجتين عكس بعض. لا، شراء بيع ديت لما بنكون في كلمه مميزه زي كلمه مكسب او خساره او خصم او تخفيض. لكن هنا احنا بنتكلم على حاجه كليه اللي هي الفصل كله أو المدرسة كلها، وكلمتين عكس بعض. يعني مثلا لما أجي أقول لك مشتركين في الرحلة، المشتركين والغير مشتركين. أجي أقول لك مثلا اللي جم المدرسة، الحاضرين والغائبين. أجي أقول لك المدرسة راسبين وناجحين. المهم إنهم حاجتين عكس بعض. طيب أنا في سطر الأسماء أول حاجة كتبت الفصل كله في كلمة إيه؟ حاجة الكلية أو المجموع. بعد كده كلمتين عكس بعض، ايه الكلمتين اللي المساله بتدور حواليهم؟ النجاح والرسوب. برافو، رسوب ونجاح. هتفرق يا ميس لو كتبت النجاح الاول او الرسوب الاول؟ لا مش هتفرق، المهم ان انا عارفه الرقم بتاعي. طيب انا كده قلنا ان المسائل النسبه المئويه بتتحل في ثلاث سطور. سطر الاسماء ده، سطر الاسماء خلاص خلص. بعدين سطر ايه؟ النسب. النسب، النسب دي مسألة لو كانت نسبة عادية زي اللي في الأول كنا لقينا في المسألة في 2 إلى 3 ولا 3 إلى 5، في أي نسب؟ هل هنا في نسب؟ لا. ليه؟ عشان دي مسألة نسبة مئوية، يبقى لازم كل السطر بتاع النسب يكون فيه علامة في المية. طب هو السؤال اللي مدهوني فيه علامة في المية؟ لا. لا. طيب في حاجة بقى إحنا عارفينها، إيه هي؟ إن الواحد الصحيح أو الحاجة الكلية بتاخد 100%. يبقى أنا عندي معلومة دايماً ثابتة إن الحاجة الكلية أو الحاجة الأصلية بتاخد 100%. تمام لحد دلوقتي؟ يبقى الحاجة الأصلية بتاخد إيه؟ 100%. 100%. هدور في السؤال بتاعي، في أي علامة في المية تاني في السؤال؟ لا لا لا. يبقى ده 90%، لأن ملوش رقم. طب النجاح ليه نسبة؟ لا. يبقى صوت في المية. يبقى الفصل كله 100%، وعشان ما عنديش نسب تاني هتبقى 90% وصوت في المية. نيجي بعد كده بقى للسطر بتاع الحقيقي. يبقى السطر الأولاني سطر الأسماء،
بكتب فيه الحاجة الكلية، بكتب فيه الحاجة الكلية وكلمتين عكس بعض. بعد كده سطر النسب، الحاجة الكلية بتاخد 100%، وبدور في السؤال في علامة في المية تاني بكتبها. طب لو ما فيش بحط مكانها رموز، يبقى سين وصاد وجنبهم علامة في المية عشان ده سطر النسبة. نيجي على سطر الحقيقي. سطر الحقيقي عندنا نيجي أول حاجة لقيت فيه رقم حقيقي. يعني إيه رقم حقيقي؟ اللي معاه تمييز. طيب بيقول لي مدرسة ابتدائية بها 600 تلميذ، يبقى 600 تلميذ دي بتاعت إيه؟ الفصل كله. الفصل كله، يبقى تحت ال 100% بتاعت الفصل كله هكتب 600 تلميذ. تلميذ. تاني حاجة عندي هنا بيقول لي إيه؟ إذا رسب 60 تلميذ، يبقى 60 دي تحت كلمة إيه؟ رسوب. 60 تلميذ. كنا بنقعد نغني أغنية كده لو تفتكروا، كنا بنقول لازم يكون في سطر من السطور بتاعة النسب والأعداد الحقيقية كله كامل أرقام. يعني إيه؟ يعني يكون عندي رقمين وأنا أجيب التالت. طيب هل هنا 60 هجيب النجاح؟ هبص الأول على سطر النسب، هل سطر النسب فيه رقمين وأنا أجيب التالت؟ لا، لا. أنا ما عنديش غير رقم لا. واحد بس. هنزل على الحقيقي كام؟ فيه رقمين 600. أعرف أجيب التالت. طب احنا كنا بنغني سطر الحقيقي بمطرح بس، سطر النسب بشغل مخي تاني. افكر. ايوه سطر الحقيقي بمطرح بس. مطرح بس. طيب استاذنكم يا بنات اللي عمالين يكلموا بعض على التشات، التشات بيظهر عندي، ده مش وقته الكلام ده، ودي تعمل بعد الحصه. طب ميس ينفع بعد ما تخلصي المسألة تعيديها تاني عشان ما فهمتش أول حتة؟ كده كده المسألة اللي بعديها زيها بالظبط، نركز. ما ينفع يا ميس تقولي للبنت اللي بتكح في المايك تقفل المايك عشان أنا مش عارفة أركز. طيب إحنا حتى لسه سامح، حتى اللي فاتحين المايك بعد إذنكم ما نتكلمش غير لما أنا أسأل، اتفقنا حبايبي؟ والأساتذة اللي بيكلموا بعض على الشات ده مش وقت، بعد الحصة بعملوا اللي أنتوا عايزينه. نرجع لكلامنا تاني، سطر الحقيقي بنطرح بس، فأنا كده هضطر إن أنا أطرح ال 600 ناقص 60 هلاقيها 540 تلميذ. كده سطر الحقيقي بقى كامل كله أرقام أقدر أشتغل. طب أنا بشتغل إزاي؟ بشوف هو عايز إيه؟ بشوف هو عايز إيه؟ يعني مثلا بيقول لي هنا أوجد النسبة السنوية للناجحين. فين بتاعة الناجحين؟ أهي. تحتيها على رمز اسمه ايه؟ صاد. يبقى انا عايزه صاد، بس لما باجي اكتب ما بكتبش صاد تساوي، ما بكتبش صاد تساوي، امال بكتب ايه؟ اللي هو كاتبه لي دي النسبه المئويه للناجحين تساوي. يبقى انا بكتب التمييز اللي هو مدهولي. طيب النسبه المئويه للناجحين اللي هي الصاد اجيبها ازاي؟ لازم يكون فيه ودنين مقص. يعني ايه ودنين مقص؟ يعني يكون فيه عمود مليان ارقام، هلاقي اللي هو ده اهو بيكينو دي ودنين المقص، اوصل الصاد اللي انا عايزاها بودنين المقص. يعني ايه؟ يعني اعمل كده مقص الكبير ده. طب اشمعنى انا وصلت بالصاد؟ عشان هو عايز الناجحين، ما جابش سيره الرسوب، مش عايز سين، لا هو عايز الناجحين صاد، يبقى عشان كده هوصل صاد ودنين المقص. معلش حبيبتي اللي بتكح ألف سلامة عليكي، بس اقفلي المايك من عندك عشان غيرك يركز. سلامتك ألف سلامة. تمام كده؟ دلوقتي عندنا عملنا المقص، يبقى طرف المقص مليان أرقام على الفاضي. يبقى أنا عندي هنا المليان أرقام عبارة عن 100 في 540 على الطرف اللي الفاضي اللي فيه الرمز على 600. هجيب الناتج بتاعي على الآلة الحاسبة هلاقيه طلع 90. يا ترى بقى أهم خطوة، أنا كنت بجيب إيه؟ بجيب صاد. لازم أبص الصاد دي بالظبط كده، الصاد اللي أنا جبتها يا ترى جنبها علامة في المية ولا جنبها كلمة تلميذ؟ لا جنبها علامة في المية. يبقى أنا كمان أكتب جنب الناتج علامة في المية، يبقى الإجابة بتاعتي 90%. هنشرح واحدة تانية شبهها عشان الموضوع نفهمه أكتر. إذا كانت 10%. تمام برافو عليكي.
اللي اتكلمت دلوقتي مين؟ معلش سلمى. سلمى بصي يا سلمى، زي ما سلمى قالت، سلمى برافو عليكي، احنا عندنا الناجحين 90%. طب الراسبين بقى من غير ما احسبها اجيبها ازاي؟ احنا عندنا كلهم 100%، نجحوا 90%، يبقى اللي فاضل كام؟ الباقي بتاعهم كام؟ 10%. برافو يا سلمى، 10%. شاطرين. نخش على المسألة رقم 5. بيقولي إذا كان نسبة الحضور في أحد الفصول هي 80%، مديني علامة في المية في السؤال، كده أنا عرفت إن دي نسبة مئوية. فما عدد الغائبين إذا كان عدد تلاميذ هذا الفصل يعني كلهم 40%؟ طب إحنا اتفقنا السؤال ده بيتحل في كم سطر؟ ثلاث سطور. ثلاث سطور. سطر الأسماء اللي هو الفصل كله، وبعد كده كلمتين عكس بعض. طب المسألة الأولانية كانت بتتكلم عن رسوب ونجاح، المسألة دي بتتكلم عن إيه؟ حضور وغائبين. حضور وغياب. إلى غياب أو غائبين، هي تمام؟ حبايبي اللي عمالين يدخلوا متأخر، مفروض نحضر الحصة من أولها، اتفقنا؟ حاضرين. ماشي حبايبي، نرجع لكلامنا تاني. دلوقتي عندنا جينا الفصل كله ده كده سطر الأسماء، نخش بعد كده على سطر الايه؟ النسب. النسب. سطر النسب. طيب ايه الحاجة المعلومة عندنا اللي معروفة على طول؟ 100%. الفصل كله 100%. الفصل كله 100%، شاطرين. دي الحاجة الوحيدة. بعد كده برافو عليكي. بعد كده أبص على المسألة، يا ترى كان في علامة في المية في السؤال ولا لأ؟ أيوة. 80% تحت الحضور، هكتب 80%. ما دام عندي رقمين أجيب التالت، زي ما عملت هنا، كان عندي رقمين أجيب التالت. الفصل كله 100، الفصل كله 100%، حضر منهم 80%، يبقى الغائبين كام في المية؟ اللي فاضل 20%. كده سطر الأسماء كله وصل كمل، سطر النسب كله كمل، يبقى أخش على سطر الحقيقي. هبتدي أشوف سطر الحقيقي، أعداد حقيقية يعني عدد معاه تمييز، ما عنديش غير عدد واحد بس في السؤال اللي هو مين؟ اللي هو 40%. بتاع ايه؟ بتاع الفصل كله. الفصل كله، يبقى تحت الفصل كله هكتب 40%. نيجي بعد كده عندي هنا 80% اللي هي الحضور، هل ليها عدد حقيقي؟ لا ملهاش، يبقى اكتب مكانها رمز سين تلميذ. ناخد بالنا في المسألة الأولانية لما كتبت سين كتبت سين في المية، ليه؟ عشان كانت في سطر النسب. أما هنا كتبت سين تلميذ ليه؟ عشان في سطر الحقيقي. نركز في الحاجات دي عشان هي الحاجات دي اللي بتغلطنا. طيب الغائبين عندك عدد حقيقي ليهم؟ برضو لأ. لا. يبقى صوت تلميذ. كده هو هنا في المسألة يا إما هيكون عايز السين، يا إما هيكون عايز الصاد، يا إما يكون عايزهم هما الاثنين. تعالوا نشوف هو بيبقى عايز إيه. نقرأ المسألة تاني حتة حتة. إذا كانت نسبة الحضور في أحد فصول المدرسة 80%، فما عدد الغائبين؟ ما هو عايز إيه هنا؟ الغائبين. الغائبين يا ترى سين ولا صاد؟ الغائبين صاد. يبقى ما ينفعش أكتب صاد يساوي وأسكت، لازم اكتب التمييز من المسألة اللي هي بتقولي ايه بقى؟ عدد الغائبين يساوي، عدد الغائبين يساوي. اتفقنا ان في مسألة النسبة المئوية لازم يكون عندي ايه؟ ودنين مقص. ادي الودن الاولى وادي الودن الثانية. على فكرة ودنين المقص مش شرط تكون في اول عمود كل مرة، ممكن تكون في الاول، ممكن تكون في الاخر، مش كل مرة زي الثانية. انا بدور عمود مليان ارقام، لقيت هنا المية وهنا الأربعين. أمال ليه ما قلتش على ده ودنين المقص؟ عشان ده 8 وتحتيها سين رمز، هنا 20 تحتيها صاد رمز، يبقى ما تنفعش. يبقى المية والأربعين هي دي ودنين المقص. طب أنا عايزة الصاد، يبقى أوصل ودنين المقص بالصاد، يبقى هنا بتساوي، هعمل طرف المقص المليان أرقام اللي هو 40 في 20 على 100. 40 في 20 على 100 هتلاقيها طلعت 8. يا ترى 8 ايه؟ لازم ارجع للي انا كباه. صاد اللي انا بجيبها جنبها علامه في المية ولا كلمه تلميذ؟ تلميذ. يبقى 8
تلاميذ. كده الصورة وضحت؟ ها؟ اه فهمنا، فهمنا شوية؟ أوه. تمام. يبقى دي كده طريقة حل أي مسألة كلامية فيها كلمتين عكس بعض. يعني إيه؟ يعني فيها مثلا حضور وغياب، فيها رسوب ونجاح، فيها بنين وبنات. لحد دلوقتي تمام؟ تمام. تمام. نركز كمان يا حبايبي لو سمحتوا في السؤال رقم 3 اللي هو 50% من 48. أي نسبة مئوية من حاجة يعني لازقين في بعض، يعني نضربهم في بعض. اتفقنا؟ ارجع للسؤال بتاعنا رقم 6. عندي في السؤال رقم 6 س على 5، س على 50، سوري، س على 50 بتساوي 20%. طيب في علامة ايه هنا؟ 100 تساوي. حد فاكر حاجة من علامة التساوي؟ يعني تناسب، صح؟ تناسب. ت تساوي ت 3. برافو. يبقى ت تناسب، ت تساوي ت 3. يبقى انا عندي علامه التساوي لازم تكون عامله ازاي؟ لازم تكون عامله كده وكده، تساوي ومد ايديها الاثنين حواليها. طيب الاولاني محلوله، س على 50 سهله، الثانيه 20 على 100. برافو. 20 على 100. زي السؤال رقم ايه؟ السؤال رقم 1. تمام. يبقى عندي هنا 20 على 100. طب الأغنية بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها بتقول ايه؟ بسط مقام، بسط مقام، بسط مقام، أعمل قصر. شاطرين يا حبايبي. يبقى أنا عشان أجيب السين هعمل ايه؟ 50 في 20 على 100. 50 في 20 على 100 على الآلة على طول هلاقيها طلعت 10. يبقى السين بكام؟ بعشرة. قلنا أي علامة تساوي لازم يكون قبليها بسط مقام وبعديها بسط مقام. خلوا بالكم من الحتة دي كويس أوي. نيجي عندنا على فكرة يا سنة ستة، عشان في ناس عمالة تبعت لي دلوقتي، حبايبي الرياضة بتتحل بمية طريقة، يعني دي مش طريقة ثابتة، أنا بدور لك على طريقة تحل بيها كل المسائل. لكن هل في طرق تانية؟ أه طبعا في طرق تانية كتيرة. خلاص؟ عشان اللي بيسأل ممكن أحل بطريقة تانية؟ أه طبعا أي طريقة، المهم نطلع الناتج صح. نخش على سؤال رقم 7. في السؤال رقم 7 في عندي 1 ناقص 30% وعايزة الإجابة نسبة مئوية. مينفعش أجمع ولا أطرح أرقام حبة منها نسبة مئوية وحبة منها أرقام عادية، مينفعش. لازم المسألة كلها تكون نسب مئوية. اشمعنى لازم تكون كلها نسبة مئوية؟ لأن أنا عايزة الناتج نسبة مئوية. طب مين اللي عندي فيه مشكلة؟ خلي البنات اللي عايزين يخشوا. واحد هيساوي 100%. أنا لما بيبقى في بنات عايزة تدخل بيكتب لي هنا فبدوس عليهم، هو لسه ما كتبليش حاجة. تمام. 100% ناقص 30% تساوي 70%. يبقى الواحد ده هو مش واحد، 100%. شاطرين، عشان احنا حافظين ان الحاجة الكاملة الواحد الصحيح ب 100%. يبقى هنا بكام؟ 70%. طب لو هو حب يكتر عليا الإجابة وراح عامل لي يساوي، احنا متفقين ان 70% دي احولها لكسر ازاي؟ 70 على 100. 70 على 100 احطها على الآلة وادوس يساوي عشان اجيبها في ابسط صورة هلاقيها 7 على 10. احطها وادوس اس دي هلاقيها 7 من 10. يبقى لو انت عايز الاجابه بتاعتك علامه في المية يبقى انا جبت الناتج اهو. عايزها كسر اهو في ابسط صوره، عايزها عشري يبقى في ابسط صوره برضو اهو. نيجي على السؤال رقم 8. نفس المشكله، ما ينفعش اشتغل في مساله جمع او طرح حته في المية وحته لا. يبقى هخلي المسألة كلها على 100%. أول واحد ده محلول حافظينه ولسه قايلينه، 100% ناقص، أفتح القوس، 20% هي أصلاً علامة في المية، يبقى محلولة 20% زائد 25%. الربع ده أنا حافظاه ب 25%. طب لو أنا مش حافظاه أو جالي عدد تاني غير الربع ما كنتش حافظاه، اعمل ايه؟ نفتكر مع بعض كده كنا بنقول ميس في بنت مشهد احمد عايزه تدخل. تدخل يا حبيبتي، هي بس مش طالع لي. اول ما تظهر انا بدوس على طول. تمام.
عندي هنا ربع عايزة أخليه علامة في المية، أعمل له إيه؟ أعمل عليه في مية على مية، والمية اللي تحت بتاعت العلامة ما بتتكتبش على الآلة، يبقى عندي هنا ربع في مية هلاقيها طلعت 25% اللي احنا حافظينه. بس احتياطي لازم ابقى عارفة بتتجاب ازاي عشان لو جالي كسر انا مش حافظه. يبقى هنا 25%. احنا حافظين ان الاقواس مالها تحترم. تحترم، يبقى عندي هحل القوس الاول هلاقيه طلع 45%. يبقى هنا المسألة اصبحت 100% ناقص 45%. 55%. طبعا انا سبتها في المية ليه؟ عشان هو كاتب لي عايز نقط في المية، عايزها في المية. طب لو كان سايبها لي من غير علامة في المية كنت هقول يساوي واعملها زي ما عملنا في السؤال اللي فات، كسر في ابسط صورة او كسر 10. معايا كده يا حبايبي؟ في اي حاجة واقفة في اللي انا قلتها؟ لا. طيب نخش على المسألة رقم 9. دلوقتي عندي في ايه يا حبيبتي؟ نعم. وانا في رقم 7 دي مش عارفه احلها، يعني انا مش فاهماها. انت اسمك ايه الاول؟ ريم. ريم، ريم مصطفى. ماشي يا روح قلبي. بصي يا ريما، دلوقتي عندنا بيقول لي في رقم 7 ايه؟ 1 ناقص 30%. الواحد ده عدد، و30% دي نسبه مئويه، ما ينفعش اشتغل جزء بالنسبه المئويه وجزء بالاعداد. فهحول مين؟ مين السهل بالنسبة لي؟ الواحد، لأن أنا حافظة إن الواحد ده بكام؟ مية. مية. بقت المسألة بدل كلمة واحد ناقص 30% بقت اسمها إيه؟ 100% ناقص 30% تساوي كام؟ 70%. بس هي قلبي فهمتيها؟ أيوة. مش شكرا. العفو يا روح قلبي. نخش على المسألة رقم 9. النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني مية. مية. شاطرين. نيجي بعد كده السؤال رقم 10. اشترى رجل شقة بمبلغ 100,000 جنيه. ده عدد حقيقي ولا نسبة؟ لا عدد حقيقي. بتاع ايه؟ عدد حقيقي بتاع ايه؟ بيقول لي اشترى الرجل بتاع الشراء، عشان هو بيقول اشترى يبقى ده بتاع الشراء. ثم باعها بعد 3 سنوات بمبلغ، يبقى المبلغ الحقيقي ده بتاع الايه؟ البيع. طب انا عرفت منين؟ عشان بيقول لي ثم باعها، يبقى اللي جاي ده الرقم اللي جاي بتاع البيع. لازم في النسبة المئوية او في اي مسألة عامة ابقى محددة الرقم ده بتاع ايه. فانا حبايبي نيجي بعد كده اوجد النسبة المئوية للمكسب. الكلمة المميزة عندي في المسألة هي كلمة المكسب. مكسب. أنا عندي في كلمات حبايبي عشان تبقوا إيه عارفين الـ الـ البرنامج بتاع الزوم بيفصل كل 40 دقيقة، يعني هو احتمال يفصل كمان 10 دقايق بالظبط. لو فصل هندخل تاني. أنا لسه بقول أهو، لو فصل دلوقتي هندخل تاني. اتفقنا؟ طيب يلا بينا نكمل. دلوقتي عندي النسب المئوية عندي في كلمات مميزة. ايه الكلمات المميزة بقى؟ المكسب زائد المكسب والخسارة، الخصم هي كلمة التخفيض، هي الكلمة الخامسة الفائدة. يبقى مكسب خسارة خصم تخفيض فائدة، دي كلها كلمات بتاعت الايه؟ النسبة المئوية. بكتب الكلمة المميزة بتاعت المسألة في النص، بمعنى كلمة المكسب أو كلمة الخسارة أو التخفيض، الكلمة المميزة دي أكتبها في النص، يبقى أكتب هنا المكسب. كل الكلمات اللي بتبقى كلمات مميزة بيتكتب قبلها قبل وبعد، قبل وبعد، ما عدا كلمة المكسب والخسارة. ليه؟ لأن أنا مش هكسب ولا أخسر غير لما أشتري وبيع. يبقى أنا في الكلمتين لما شراء وبيع، الكلمتين اللي أنا بكتب فيهم شراء وبيع هما مكسب وخسارة فقط. يبقى هنا هكتب شراء وهنا بيع. كل الكلمات المميزة بعد كده ما بكتبش فيها شراء وبيع، بكتب فيها إيه؟ بكتب فيها قبل وبعد. دلوقتي عندي ده سطر الأسماء، عندي بعد كده سطر الإيه؟ النسب. النسب
احنا اتفقنا ان الحاجة الكلية او الحاجة الاصلية هي اللي بتاخد 100%. عندي هنا الحاجة الاصلية اللي هي قبل ما اعمل اي حاجة اللي هي الشراء، اللي هي تبقى الحاجة الكلية او الحاجة الاصلية دي 100%. هدور في السطر عندي في اي نسب مئوية تاني؟ لا لا لا، يبقى هكتب سين في المية صاد في المية. ننزل على السطر الحقيقي. عندي عددين حقيقيين، همسك كل عدد فيهم اشوف مكانه فين. 100,000 طيب. ال 100,000 دي كانت بتاعت ايه؟ شراء. شراء. يبقى اكتبها تحت كلمة شراء، وانا بنقل احط الاصفار عدل الى. نيجي بعد كده 130,000 كانت بتاعت ايه؟ البيع. البيع، يبقى 130,000. في سطر لازم يكون كامل، تعالوا نشوف كده، ده في رقمين وانا اجيب التالت؟ لا. طب ده الحقيقي في رقمين وانا اجيب التالت؟ اه. سطر الحقيقي بنطرح بس. يبقى عندي هنا 130، طبعا هي الكبيره، 130,000 ناقص 100,000 تطلع 30,000. لازم يكون في سطر مليان ارقام. هنا لقيت رقمين اجيب التالت. طيب انا كده كملت المنظر بتاعي، انت عايز ايه؟ بيقول لي اوجد النسبه المئويه للمكسب، يبقى انا هكتب هنا النسبه المئويه للمكسب تساوي فين؟ ودنين المقص اللي احنا متعودين عليهم اهم 100,000 دول الودنين المقص. طيب يا ترى انت عايز سين ولا عايز صاد؟ هو عايز صاد. عايز سين. ليه؟ عشان بيقول لي المكسب، يبقى سين. لازم اركز انا بجيب ايه. عايزه السين، يبقى اوصل السين بودنين المقص اهو اهو. طب يا ميس مش عايزه دي؟ لا انا مش محتاجه لها خلاص، هو عايز ده بس. يبقى انا هعمل شرط الكسر كبيره، طرف المقص المليان ارقام 100 × 30,000 على 100,000. لما اعملها على طول حلاقيها طلعت 30. لازم ارجع للي انا كاتباه، يا ترى ال 30 دي جنبها التمييز في سطر الحقيقي ولا جنبها علامه في المية في سطر النسب؟ في المية. يبقى هنا 30%. فهمنا يا حلوين؟ يلا بينا نخش على المساله رقم 11. في المسألة رقم 11 في أحد المحلات التجارية كانت نسبة الخصم. يبقى الكلمة المميزة هنا إيه؟ خصم. الكلمة المميزة بكتبها فين؟ في النص. كل الكلمات المميزة بتاخد قبل وبعد، ما عدا مكسب وخسارة بتاخد شراء وبيع. شراء وبيع. يبقى دي قبل وبعد. الحاجة الأصلية، أنتوا خدتوا بالكم إن إحنا ما كملناش قراية السؤال؟ إحنا أول ما شفنا كلمة الخصم رحنا إيه؟ عاملين سطر الأسماء بتاعنا. طيب، عندي الحاجة الأصلية، الحاجة الكلية 100%. حبايبي شاطرين. نرجع بقى نقرأ السؤال بتاعنا تاني من الأول. في أحد المحلات التجارية كانت نسبة الخصم على المبيعات 30%. في نسبة بقى. تبقى في سطر النسب 30% تحت الخصم. تحت الخصم هكتب 30%. ايه ده؟ ده قبل ما اكمل قرايه، قبل ما اكمل قرايه في سطر فيه رقمين لازم اجيب الثالث. الخصم طرح يبقى 100 ناقص 30 يبقى 70%. طيب اقول انا بقى، اقول انا بقى السطر الحقيقي ها بنطرح بس. سطر النسب في جمع وطرح، يعني ممكن اجمع وممكن اطرح. طيب سطر النسب بشغل ايه؟ مخي. يبقى هنا هعمل عمليه ايه؟ طرح. 100 ناقص 30 هتطلع 70 ايه؟ في المية. كده انا كملت سطر النسب، فاضل سطر الحقيقي. يلا بينا بقى نشوف انت عايز ايه وايه الحكايه. فاذا اشترط، ايه اللخبطه دي بقى؟ هو انا في المساله في كلمه شراء؟ لا لا لا، ده عايز يلخبطني. ما قاليش ده قبل ولا بعد، ده بيقول لي اشترط، وانا ما عنديش كلمه شراء مع كلمه الخصم اصلا. طب تعالوا نكمل قرايه. فاذا اشترت ساره غساله مكتوب عليها 6300 جنيه. انا مش عارفه ال 6300 دي بتاعت ايه، مش عارفه دي بتاعت قبل ولا بعد، انا مش عارفه. قبل.
ايه بقى اللي يخلينا اعرف ان اكمل قرايه السؤال واشوف هو عايز ايه؟ لو هو عايز قبل يبقى الرقم ده بعد، لو هو عايز بعد يبقى الرقم ده قبل. تعالوا نقرا ونشوف. اوجد مقدار ما دفعته سارة بعد الخص، يبقى بعد ده هو سين. قبل ما نشوف الكلام، برافو. بعد ده هو ايه؟ سين. يبقى عند بعد اكتب سين. 6300. انا الاول انا لسه ما كنتش عارفه ال 6300 دي بتاعت ايه. ليه مش عارفه؟ عشان المساله دي فيها الكلمه المميزه خاص، بتاخد قبل وبعد. هو كاتب لي اشترط، وانا ما عنديش كلمه شراء، مش زي المساله اللي فوق عندي كلمه شراء، لا انا عندي قبل وبعد. طب يا ترى شراء ده بتاع ايه؟ فانا بشوف هو انت ايه المطلوب من المساله. المطلوب من المساله بعد، يبقى البعد ده هو ده سين. يبقى ال 6300 دي بتاعت ايه؟ قبل. قبل 6300 جنيه. هل ده سطر فيه ثلاث رقمين اعرف اجيب الثالث؟ لا، ده رقم مرام، يبقى مش هعرف. طيب فين ودنين المقص؟ اهو 100. هو عايز ايه؟ عايز السين. السين دي اخدها من هنا بعد الخص، يبقى الثمن بعد الخص يساوي. بعمل انا عايزه السين، يبقى هوصل ودنين المقص بالسين. 6300 في 70 على 100، هلاقيها طلعت 4410. ارجع ابص، هي السين هنا جنبها كلمه جنيه ولا جنبها علامه في الميه؟ جنيه. يبقى انا كمان الاجابه بتاعتي جنيه. حد فهم حاجه؟ أيوة. يلا بينا ناخد مسألة تانية. اشترى، انا مش هتخدع بقى في كلمة اشترى دي زي المسألة اللي فاتت، لازم الاول اتأكد ان المسألة فيها شراء وبيع ولا لا. اشترى احمد سيارة بمبلغ 25000 جنيه، ده عدد حقيقي عشان معاه تمين. واذا اراد بيعها بنسبة مكسب. شكرا، مش هكمل. في كلمة ايه هنا؟ شراء مكسب بيع. يبقى مكسب بتتحط في النص. احنا اتفقنا ان كل الكلمات بتاخد قبل وبعد، ما عدا ايه؟ مكسب وخساره. مكسب وخساره، حبايبي اللي مصحصحين معايا شاطرين. قبل وبعد. ايه اللي انا عملته ده؟ شراء وبيع. شراء وبيع. معلش معلش، اقف عليا. شراء وبيع. تمام كده حبايبي؟ طيب الحاجة الأصلية، الحاجة الكلية بتاخد كام؟ 100%. 100%. برافو. نرجع بقى. المكسب كانت 10%. اشترى أحمد سيارة بمبلغ كذا. يبقى الكلمة دي بتاعت إيه؟ بتاعت شراء. حقيقي. حقيقي بتاع شراء. تمام. وإذا أراد بيعها بنسبة